محبة. هذا جو الخروان. ايش في حد عدد؟ انت وش فيكم؟ حد بيزود شيء؟ عطنا. وش تبي؟ يا رفيقي عمر دربي مدام العلم ينصاك وش تشوفوا ترى مدام سنك حول سني طيب طيب لا حتى الاربعين وقربت يا رب رحمك هذا انت قطي من مسواك نفسه انا قسمت له كان مسواك طول عمرك قسم مسواك طيب شوف هي انا همومه طبعا كيف كان؟ والله ملوم ملوم والله شوف صرت مجنون ملوم انا عوج هيلي طب انت الحين ماخذ دكتور معي؟ لا انا بشكيلك يا سلام الله يطول العمر ما يشتغل مسجل خالد اي ما يشتغل مسجل عندي من كثر ما شغل خالد يطول ثاني شيء كل ما دخلت ياخذون مايك من ما ادري ليه تعرف لي حل امسك لسانك ها؟ قالوا لي على قلبي على لساني قال لساني لساني قال قطع وش فيك انت خفت؟ احسب حد يلخبط ايوه هذا اللي خاف من ظله بس وعلى نيات انا عندي عياده اخلص هذول واجيك دكتور ترى يبي له دكتور حل لي المشكله وانت بتقول ايوه طيب انا ايوه الحين اخذ مشكلتك واخذ مشكلتك والمشكله الحلوه تحلها انا لي شهر مقفي عن الشعر والاعلام ود هذا ما عرفته انت تعبان ولا تبي شعر انا لي شعر صدق والله لك شعر لا انا بشوف انت انا لي شهر مقفي عن الشعر والاعلام حلو وش السبب وتطري تواري يا عرب قد الهامده ترى الخاطر اللي اضاق ادحيم ما يلا وصبري بن وطروش قد هو اصلا حده شو فيك تعيني اسمع قصيد ابي سجتني احلم بها العود فالاحلام تدمع عيون العود لما ذكر جد سلام طيب رد علي ارد انا شاعر لا رد علي هو الشاعر اللي انا موجه قال شرط قصيدة قصيدة ما فيها اسم شايع شايع؟ اي انت لاحظ اغلب قصايدك فيها اسم شايع شايع اليوم انا عندي اعلان شايع اليوم شايع الايام ما جات على الكيف الصدر ضايق شايع ويا فيصل ودي عاتب القصيدة المغيرة غير اسم صير شعار حاول هي اول شيء شايع جت ولا ما جت ما ادور وراها شو القصيدة؟ القصيدة اكتب نفسها نعم شلون نكتب صدق والله حلو كيف اقول لك كيف اكتب نفسها؟ كيف؟ لا تحط بالك في شيء معين خليك انت على الهدف اللي انت ماشي عليه ولا عليك لا انا ما كنت شاعر جاني واحد ضيق صدري ايش قلت له انا اتكلمك بشكل عام وش قلت وش البدايه خلينا نشوف هذه رساله بداياتي تسمع بدايات رساله لك انت الحين انت تسمع بدايات وان شاء الله فهمت قصدي اللي بيني لا تحط بالك على شيء معين وانت على شيء معين نعم القصيده في موقف حلو طيب انا بعلمك هذه قصيده موقف جسد نفسك انا موقف يرضك كلامك لا انت بتقول قصيدتي قبل قصيدتي اوكي لا خلاص قلها عشان معك شنب اعلم له بعدين يا برنجز وجهك دائري شنب والله حلو شوي صراحه معليش المهم القصيد مثلا الحين انت في موقف معين عرفت موقف ما تردى فيك زل موقف يمكن يكون موقف غلط صح غرامه 300 ريال انت مخالف 250 ريال انا اتكلم من جد صدق اوكي ترى بضح ومن عم ليش دكتور لا مو بس دكتور تقول كيف القصيد تكتب نفسها بس لا واحد من غلط عليك زل عليك ورحت تتمنى تدري الحين القصيده احيانا تكتب نفسها صدق انت حتى لو ما انت شاعر زي هذا يقول الحين ايش القصيده اللي كتبت نفسها اللي صار لك بسبتها موقف اقول له واحد يقول لي انت ما غير تدوج اها ادوج حالي وتضايق من هذا الناس ولا داني العربان كني محاربها كني محاربها خلاص بس ما بيت واحد عليت واحد بينكبه المهم ناشف حلقي يقول ادرس ذاكر عشان ولا اشتغل ادرس شفت ادرس قلت انا بوجهي واحتمي كلمه لسان حلو عهد عهدت فوق عالي المجره اني لزين وضعي انزان وانشان لدح معنا له بين كره وكره وفره والضغط لا بده يجي لو من اخواني يا اخوي لا تضغط علي كبر ذره خلوني اسجل قدم قبل الاكفان لانه لا بده عقب صغري مضره دامي صغير وزاهي العلم ينصام ما في داعي للاموره ما في داعي للاموره ايوشي ما في داعي للاموره المحره هم على قلبي مثل هم همان والله من هم خفوقي يجره وصاحبك هذا وقفة حصال لو هدا سباق حماسي والفن هو الأساسي والكل أهلي وناسي والكل ذكر وناسي هولي لي كاريزما هولي هولي كاريزما كاريزما لو أتيحت لي الفرصة أني أقدم الشيء لهذا اليتيم أنا ما أقول أنه شيء ودي أقدم له صراحة أشياء كثيرة ودي أقدم له الحنان.